الكبير والرائع جدا. اولا كنضيفو الاخ سيف الدين نايب المعروف واللي عطى كثير وكثير جدا للكره الطنجاويه، ويعد من الناس اللي عطاو صراحه الكل للرياضه الطنجاويه بخصوص كره القدم، وعلى راسها هذا طنجة واتحاد طنجة. سي سيف الدين نايب، حنا في المناسبه عندنا مقابله ديربي غدا ان شاء الله بين المغرب التطواني واتحاد طنجة، كونك انك عميد الفريق ومريتي من هذا المشوار هذا، وكتعرف الديربي الشمالي بين تطوان وطنجة ديما كاين هناك ديك الاحتكاك وهناك ديك الفرجة والمتعة، شنو تقول لنا المقابلة ديال غدا ان شاء الله؟ بادئ ببدء نوجه التحية الصادقة للديار الجيلية لهذا حسن الحفاوة والاستقبال لهذ الأعزاء اللي نهضرون في واحد المكانة خاصة اللي كنعتز اليوم. كاين اللي مارس معايا ولد الحمد، كاين اللي هما أصدقاء ديالي، كاين اللي صنعوا معايا الحدث. فيما يتعلق بالمقابلة ديال غدا إن شاء الله بحول الله، فكنظن بأن هذا الأسلوب اللي ربما خصنا نتجاوزوه، المسألة ديال الديربيات ما الديربيات، فأنت العهد ديال الديربيات، مقابلة بحد ذاتها كتكون كتعتبر المقابلة ديال البطولة، فدائما خص الهاجس ديال الانتصار، الهاجس ديال الإبداع، الهاجس ديال الإمتاع ديال الجماهير، هذا هو الأساس وهذه هي الأدبيات الحقيقية ديال كرة القدم. حنا غادي نطونجوغو الفكر ديالنا، نحاولوا ندخلوا في هذا الإطار هذا، اللي ربما غادي يخرجنا على النسق الرياضي، والرياضة بحد ذاتها واحدة رسالة، هي رسالة رياضية، رسالة ديال التجانس، رسالة ديال الإلتحام، رسالة ديال التآخي، رسالة ديال التعاطف. ما فيما يتعلق القضية ديال المقابلة ديال غدا إن شاء الله بحول الله، فبكل صدق وكل موضوعية لأن ابن الفريق، فكنتمنى الفريق ديال الانتصار إن شاء الله بحول الله من قبل مدينة تطوان، وكنعرف بأن المقومات ديال الفريق خصوصا هذه السنة هذه بعد الغياب ديال 8 سنوات، من الصعب بكثير باش الإنسان يقدر يوجد الإيقاع ديالو كأس مواطن الأول خصوصا في البطولة الاحترافية. ولكن الحمد لله الفريق ربما كنظن بأن بدل واحد المجهود وحاول يجنح واحد السياسة اللي هي كانت سياسة ربما حتى المغرب التطواني نفس السياسة ناجحة، هو اعتمد على العناصر اللي هي محنكة، عناصر اللي هي مجربة باش يضمن أولا البقاء ديالو في القسم الوطني الأول اللي هذا أولى الأولويات. وكنظن واقيلا إلا رجعتي تصنتي وتصنتو الإخوان جميع من الدول الصحفيين النهار اللي قدمنا السي مشيخة، اللي بكل صراحة أنا عاشرت بزاف ديال المدربين، تقريبا نقدر نقول لك حتى 100 مدرب، فقام من القامات اللي هي يرفع لها القبعة، كاريزما ديال المدرب المحنك عبقري من العباقرة ديال التدريب الصعيد الافريقي، اقولها بدون مجامله بافتخار. فطنجه ربما كان الصفقات الموبحه ديال طنجه هو الوجود ديال صالح المشيخه، انه هو اللي قدر يوضع واحد النوع ديال الحنين، واحد النوع ديال الاستقاء، واحد النوع ديال التجانس، خصوصا مع ديك الكوكبه ديال النجوم الموجودين داخل الفريق. فاتحاد طنجه ولله الحمد كتشق الطريق ديالها، فمشى بواحد البرنامج اللي هو برنامج اكثر موضوعيه واكثر جراه مع الجميع. فالهدف الاول هو هدف ديال البقاء في القسم الوطني الاول، ومن بعد ان شاء الله بحول الله لما لا نتحقق هذا الهدف وضمناه بعمليه حسابيه، ربما ان شاء الله بحول الله الفريق نظرا للمؤهلات اللي عنده خصوصا على الصعيد ديال الطاقه البشريه وعلى الصعيد ديال الاداره التقنيه ديال الفريق، فلما لا مش الفريق يقدر يحرز على واحد المكانة اللي هي مشرفة اللي تعطيه فرصة باش يشارك خصوصا في البطولات، إما البطولة العربية إما البطولة الإفريقية، خصوصا اللي كنقولوا هادشي هذا، فهادشي هذا ناتج على واحد البطل اللي هو موجود ما موجودش على الصعيد الوطني هو الجمهور ديال طنجة، فكيف تعتبر بطل من الأبطال اللي هما نادرين على الساحة الوطنية، وخصوصا هاد السنة هادي يقدم واحد الانجاز اللي هو انجاز راقي من ناحيه ديال الاخلاق، من ناحيه ديال التشجيعات اللي كتشرف مدينه ديال طنجه. فنتمنى يبقى ماشي في هذا النسق كذلك، باش في اخر المطاف اللي هي اساسي هو اتحاد طنجه يبقى في القسم الوطني الاول، لما لا يحرز على واحد المكانه اللي هي مشرفه اللي كترضي
الطموحات ديال الجهه الشماليه وكتغذي الطموحات ديال السكينه ديال طنجه وكتشرف الجمهور ديال طنجه اللي هو جمهور بحال قلت لك جمهور عملاق جمهور ساحر جمهور اللي تعيا تفتش على المصطلحات ربما غادي توجد راسك بان عاجز باش تعطيه القيمه اللي كيستحقها. وفي الاخير كنشكر هذا الحضور كنشكر هذا الاخوان اللي دائما انفماع حليت وارتحلت خصوصا الوجود ديالي في الديار البلجيكيه الا وكان وجدهم دائما كنرحبوا وكنعرف ربما بعض الاحيان ربما انا كنكون سبب ديال هذا الجمع هذا خصوصا كنعرف بان الدور ديال العمل ديال الشغل في بلاد الغربه ماشي سهله باش الانسان في هذه اللحظه هذه باش يكون موجود معك ماشي ولكن هذا الشيء هذا كيعبر انه كيعبر على واحد الروح واحد المحبه واحد الروح ديال الصداقه المتينه اللي كتجمعنا ولله الحمد فكنزيد نقدم له الشكر والاعتزاز من اعماق ديال القلب واحتراماتي دائما للجميع. شكرا شكرا جزيلا اخي سيف الدين. باختصار علاش الجمهور الطنجاوي ما غادي يكونش حاضر غدا؟ انت ذكرتي الجمهور الطنجاوي ويعد جمهور اتحاد طنجة من احسن الجماهير دابا حاليا في المغرب ربما حتى في العالم، يعني علاش ما غادي يكونش حاضر بملعب ثانية ترمل؟ بابا سي سامري باش نكون معك موضوعي، لان عدم الحضور ديال جمهور طنجة خارج على الإرادة ديال المسؤولين خارج على مدينة طنجة لظروف أمنية وانت كتعرف ربما قبل ما تعمل معايا الدردشة تيتي واحد المسألة اللي أنا ربما كتستفزني بزاف هي قضية ديال الشرف. فكنظن حنايا ربما عطينا واحد الهالة بزاف من هذه القضية ديال الشغب. الشغب خصنا نعرفوا شنو هو السبب اللي خلق هذا الشغب. الشغب عنده مسببات ديالو، هذه المسببات خصنا نبحثوا عليهم والمعنيين بالأمر كيعرفوا الأسباب ديال هذا الشغب. أما بالنسبة لطنجة ولا هادي وعاد ما يخفاش عليك بأن الملعب ديال تطوان، فإلا غادي نمشيو حنايا كجمهور ديال طنجة بديك يعني ملعب ثانية ترمل لا يتجاوز 20,000 متفرج. جوج ثلاثة د الملاعب ثانية ترمل. صعيب صعيب زعما، فأنا كنفضل بأن ما يمشيش أحسن. ما يمشيش أحسن. يمشيو غير الإخوان هذا اللي غادي يمشيو فهمتي بطريقة تلقائية وبطريقة فهمتي ثنائية ولا هذه من أحسن ما يمشيش. شكرا سي سامة كلمة باختصار غدا إن شاء الله الرسالة ديالك من هنا من بروكسل الجمهور الطنجاوي تيكواني خصوصا مدينة طنجة وهذه كنتمنى لهم انتصار انتصار صافي هادشي اللي غنقول لك أسامة. سي محسن النايب الأخ ديال سيف الدين رأيك في المقابلة ديال غدا إن شاء الله؟ كنتمنى اتحاد طنجة تما شي مقابلة جيدة وتكون وحرية ديال بين طنجة وتطوان. شكرا شكرا سي محسن اللي كيتمنى الروح الرياضية. سي عادل سي كريم اجا سي كريم سي اسماعيل رايك كونك انك ابن المدينه وكتعرف هذا الديربي الشمالي بين تطوان وطنجه رايك انت كذلك في هذا الديربي هذا؟ كنتمنى الديربي مباراه تكون في احسن الظروف وتكون متعه وتكون فوجه وكنتمنى انتصار لمدينتي هي مدينه طنجه هذه حاجه معروفه سي كريم بو خاتم رايك في الديربي غدا ان شاء الله؟ كنتمنى تكون روح رياضيه وتكون مقابله بدون شغب والرياضيه كيكان ان شاء الله. انا كذلك لاعب اتحاد طنجه سابقا الفضل كيرجع له كذلك رفقه سيف الدين كنتذكروا هذا الرجل اللي صعد مع فريق اتحاد طنجه سنه 86-87 رفقة محمد بلطام الله يرحمه سي نور الدين سويلاح رايك في المقابلة ديال الديربي غدا ان شاء الله؟ تطوان مع طنجة. اولا كنرحب اخ ديالنا سي الدين معنا هنايا ونهار كبير علينا من ناحية المباراة نتمنى تكون مباراة في القمة ديال تنطلعوا عند زوج الجماهير وتكون مباراة بدون شغب روح رياضية وعطيهم واحد
حاجة هو أن الرياضة هو أخلاق. إذا الرياضة أخلاق وتربية. هذه خصنا نعرفوا. النتيجة كتبقى حد ذاتها وهمية. ما بقاش نشوفوا النتيجة كما كانت النتيجة. أحمر عليا وأحمر عليك. اللي خصنا نعرفوا هي الكرة. هي كتجي. إذا كيقول سي نور الدين سويلاح الرياضة وكرة القدم بصفة عامة تجمع ولا تفرق. نعم. ما خصناش التفرقة. تكون مات في مستوى تطلعات ديال الجماهير لا تطوانية ولا. شكرا جزيلا اخي سويلاح. سي محمد البداوي حارس مرمى فريق اتحاد طنجة سابقا، شنو الراي ديالك في المقابلة ديال الديربي غدا ان شاء الله؟ المقابلة ان شاء الله مقابلة مصيرية بعد الهزيمة فريق اتحاد طنجة في الميدان ديالها. ستخرج تجيب انتصار من برا ولا التعادل، نتمنى الله تكون شي مقابله جيده. كونك انك حارس سابق لفريق اتحاد طنجه وانت لعبت في الديربي هذا ديال الشمال، شنو هي الرساله ديالك للجماهير التطوانيه والطنجاويه من قلب العاصمه بروكسل؟ نساو الشغب ونساو كل شيء، حنا غنلعبوا الرياضه ما كنلعبوش المصارعه ما كنلعبوش الملاكمه. والناس كتدارب في وسط الميدان 90 دقيقة، غادوز 90 دقيقة كيبقى هو الناس كتلعب الشغب على برا، هذا ماشي في المستوى الرياضي، هذا في إطار فوضى. كيقول سي محمد البداوي الرياضة كتجمع كذلك ولا تفرق. ولا تفرق. سي العربي العافية لاعب فريق اتحاد طنجة كذلك، لعب شبان المنتخب المغربي. سي العربي العافية، رأيك في ديربي غدا إن شاء الله بملعب ثانية الرمل، كيفاش كتشوف هذا الديربي الشمالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صافي وشكرا لك زعما، صراحة راه كرة القدم راه أخلاق، ومنساوشوا أن راه حنا جيران، يعني المدينتين راه قرابين بعضهم، راه كرة القدم راه كتلعب 90 دقيقة وداخل مراكز الملعب، القدم ديما كتلعب داخل الملعب ماشي خارج الملعب، الإنسان عنده 16 معطى، يستحسنوا الأخلاق ويكملوا المباراة ديالهم مزيانين بلا مشاكل بلا صداع، باش كيسكن الواحد يرجع للدار ديالو سالم، وراه باقي ديربيات، راه ماشي غير ديربي هذا، يعني الإنسان ماشي خسارة الديربي ديال غدا ولا يربح، ما يلقاش الديربي، راه باقي ديربيات راه سنين تبقى الديربيات. نتمنى الفوز، أنا كنتمنى الفوز لفريق اتحاد طنجة. طبعا لأنك ابن مدينة طنجة ولعبت في صفوف فريق اتحاد طنجة سي العربي العافية، ونعرفوا أن الفريقين معا يضمان لاعبين بكثرة اللي جاوا من المغرب التطواني، وكاين اللاعبين الطنجاويين كيلعبوا في المغرب التطواني، منهم المهدي الخلاطي، منهم سلمان ود الحاج اللي جا من اتحاد طنجة. كذلك اتحاد طنجة لها رفيق عبد الصمد، مرابط، زكريا المحاوي، ولاعبين اخرين اللي جاوا من تطوان، فاكيد المدينتين جارتين، يعني عندهم لاعبين اللي يمارسوا في الفريقين كيخصهم تكون الروح الرياضيه. الرياضيه وكنظن انا اختصاصي غدا ان شاء الله زعما الفارق اللي يكون مستعد نفسيا 100% هو اللي ماشي في المقابله، يعني المقابله غدا ما كتعيش فيها، يعني ماشي مقابله ديال التكتيك ولا ديال الانسان يكون مجهز الداخل النفسي ديالو يكون مزيان، اذا كان الانسان اللاعب يعني يخرج من ديك الهاجس ديال الجمهور وديك الخلعه ماشي يدوز المباراه ديالو، راه مباراه عاديه راه ديربي ولا الفائز غادي نصفقوا له وديك الشيء اللي كاين اخي صمد، الانسان اللي ماشي يفوز ماشي يفوز رياضي راه يكون تطواني ولا يكون طنجاوي. الحمد لله شكرا جزيلا اخي العربي نصفق الجميع. سي العشير انت طنجاوي كذلك ومارستي في الفرق الطنجاويه في القسم الشرفي، وعندك تاريخ في ديربي الشمال بين طنجة وتطوان، يعني كيفاش كتشوف الديربي ديال غدا ان شاء الله؟ شنو هو الديربي كيسميوه الناس هو الجار بين الجاريه كانت هو زعما المجاوره، والجار الله سبحانه وتعالى يوسع على الجار ويوسع على الاخلاق والعمل، طلب الله المباراه دوز فهمتي واحد المباراه
ايجابيه بين فريقين ولا الجمهور ولا فهمتي حتى تيشوفوا الشباب ولا هذيك راه كيطيح بالشمال السعدي طلبوا الناشئ الوفاق يدوز واحد المقابله حديه لانه طلبوا الوفاق للجميع وصافي اذا نجم من كترشح للفوز وانا وهذه ضروري خصني فهمتي الفرقه ديالي اللي شفتها في الطفوله ايام النهضه وايام هذا فهمتي قلت لك كنت كنشوف الكره بين اللاعبين الله يرحمهم اللي باقيين منهم سيف الدين اللي باقي واحد الفرنسي انا فهمتي الجار ديالنا هو كيجيو حنا مزيان نتمنى له الله تعالى يطولوا في العمر وجميع وطلبوا الله الوفاق وطلبوا الله شي متعه تكون شي مقابله فيها المتعه وفيها الفرنسه شكرا للسي عبد العزيز لاعب عدة فرق طنجاوية في القسم الشرفي آنذاك في بداية الثمانينات كنشكرو وكنحيوك شكرا جزيلا. أنا السي عبد الرحمن النوالي يعني رأيك في الديربي ديال غدا إن شاء الله أنت تبارك الله عليك وأنت الإخوان ديالك من منطقة مرشان ومرشان فيها لاعبين كبار وكتعرف هذا الديربي الشمالي الكبير يعني رايك في هذا الديربي غدا ان شاء الله؟ جول حتى الصباح هذه كنتمنى يكون ما يمسكوش امام الشباب ويكون فوز فريق اتحاد طنجه. وشنو هي الرسالة ديالك للجماهير التطوانية والطنجاوية؟ طنجة ما يمشيوش ما غادي يمشيوش هذا هو اللي كيأثر شوية كيأثر على فريق اتحاد طنجه هي علاش فريق اتحاد طنجه بسنة ستلعب هذاك يلعب غير بالجمهور ما خصناش نشوفوا هذه الامور هذه واحد لا هو صالح ديال الجمهور طنجه ما يمشيش ملعب صغير ما كيفوقش ما كيتعداش 20000 متفرج وكيمشيو غير اذا مشاو 5000 7000 في طنجه راه مصيبه اذا كنتمنى تكون مقابله رياضيه وتكون النتيجه وتكون الروح الرياضيه ساعده في هذه المقابله هذه جمهور طنجه ديال التطوانيين مع الجمهور عندي الدابس نعم ايوال بحال مشاو ولا بحال تيكون مع جوج ولا عندي الدابس كنتمنى صالح الفارق تخميناتك في النتيجه يعني من سيفوز؟ صحيح على فريق اتحاد طنجه نهزم مع شباب الريف الحسيني والمغرب التطواني عاد بانتصار من حسن تكادير يعني تعادل كيقول عبد الرحمن النوالي كنشكرك كثير وكنتمناو هذه المقابله ان شاء الله التوفيق والنجاح ورساله من القلب العاصمه بروكسل في حضور شخص معروف عليه اللي هو عميد فريق اتحاد طنجه اكثر من 12 سنه وجوه كرويه كبيره جدا لا الاخوان النايب ولا السي البداوي ولا السي كريم بوخاتم ولا السي العربي العافيه السي عبد الرحمن النوالي والسي نور الدين سويلاح كنشكركم كثير وكنضرب لكم الموعد القادم ان شاء الله.